سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حقق منتخب البرتغال فوزا سهلا على نظيره منتخب إسرائيل بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب العاصمة البرتغالية لشبونة في آخر وديات منتخب برازيل أوروبا قبل خوض منافسات أمم أوروبا يورو 2021 التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر لمدة شهر بمشاركة 24 منتخب أوروبي. سجل فرنانديز نجم مانشستر يونايتد هدف منتخب البرتغال الأول، وأضاف كريستيانو رونالدو هدف منتخب البرتغال الثاني، وسجل جولو كانسيلو هدف منتخب البرتغال الثالث، وعاد فرنانديز ليسجل هدف منتخب البرتغال الرابع. وقاد كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال بالإضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي. وكان منتخب البرتغال قد تعادل وديا يوم الجمعة الماضي مع نظيره الأسباني بدون أهداف في أولى وديات استعداد لمنافسات يورو 2021 التي تنطلق يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أصدقائي، وأتمنى لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.